عبد العزيز محمد عامر محامي العديد من اسر الشهداء والمصابين. النهارده بجلسه اليوم المحكمه تبينت ان مجلس القضاء الاعلى لم يقم بتنفيذ قرار المحكمه بتقديم شهاده بالجهات التي انتدب اليها المستشار احمد رفعت حتى تتبين المحكمه عما اذا كان المستشار احمد رفعت قد عمل مستشارا قانونيا لعده جهات تنفيذيه تمثل النظام السابق الساقط من عدمه. المحكمة تبينت أيضا أن هناك خطاب مرسل من المستشار أحمد رفعت بأنه يمتنع عن تقديم صور رسمية محاضرة الجلسات حفاظا على سرية القضية. أي سرية هذا وهي قضية تخص الشعب المصري بأكمله. هذه القضية لا تخص أشخاص بعينهم بل تخص شعب مصر بأكمله. أي سرية هذه يتحدث عنها المستشار رفعت. المحكمة اضطرت وعلى مضض التأجيل لجلسة 26/12 وألزمت مجلس القضاء الأعلى بتقديم شهادة بالجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد فهمي رفعت وكذلك لإلزام المستشار أحمد فهمي رفعت بتقديم صورة رسمية من محاضر الجلسات الذي امتنع عن تقديمها. المفاجأة بجلسة اليوم أن محامين المدعين بالحق المدني قدموا أمام المحكمة قرار صادر من الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لتسعير خدمات وزارة الطيران المدني. هذه اللجنة مشكلة من شقيق المستشار رفعت الأستاذ عصام رفعت وحسين سالم رجل الأعمال الذي يصدر الغاز لإسرائيل. أي صلة هذه بين شقيق القاضي الذي يحاكم مبارك وبين حسين سالم الذي يصدر الغاز لإسرائيل الهارب بأموال الشعب المصري؟ المحكمة عندما اطلعت على هذا القرار الجمهوري تأكدت بفضل الله أن هناك جدية في طلب الرد وأننا كنا على حق عندما قمنا برد المستشار رفعت وأننا لا نبغي إلا تحقيق العدالة. رسالة موجهة للمستشار رفعت ألا يعطل الفصل في هذه الدعوة وأن يتنحى عن الفصل في هذه الدعوة وأن مصر مليئة بخير من مستشارين مصر يستطيع الفصل في هذه الدعوة حتى لا نعطل الشعب المصري أن يرى العدالة الناجزة في قضية المخلوع مبارك.